من الأخبار اللي انتشرت قبل قليل مواقع التواصل الاجتماعي هو وفاة أو مقتل البلوجر نور بي أم منطقة الداوودي بالمنصور. انتشرت مواقع التواصل مثل ما تشوفون. مصدر أمني قال أنه سائق ديليفري يفتح النار على البلوجر المعروف باسم نور بي أم، مما أدى إلى مقتله على الفور في منطقة المنصور الداوودي ببغداد، ويلوذ السائق بالفرار. وإلى حد الآن ما نعرف شنو السبب، هل هي عداوات أم تصفية حسابات، ما نعرف. انتظروا بالفيديو الجاي راح أوافيكم بأهم التفاصيل والمعلومات عن قضية مقتل البلوجر الشهير نور بي أم. ناس يقولون هو بلوجر، ناس يقولون هو يعني متحول جنسي، ما نعرف القضية شنو بالضبط. اكتب لي رأيك بالتعليقات على هذا الشيء اللي صار، خلنا نتناقش بشكل حضاري بقسم التعليقات.